بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الأعزاء، عدنا إليكم في عطلة نهاية الأسبوع لكي نستكمل الجزء الثاني والأخير فيما يخص التدريب والدروس على المكثف الاستقبال الإذاعي. في هذا الجزء الأخير سوف نتحدث عن التعديل، كيف تقلل أو تزيد الكثافة الموجودة أو سعة خلنا نقول سعة. سوف يعني نوضح التقنية المستخدمة، يعني تكنيكالي ماذا تفعل لكي تغير السعة زيادة أو نقصا. ستبدل شرائح وستضيف شرائح إلى آخره. هل تريدها لاستقبال الموجة المتوسطة؟ هل تريدها لاستقبال الموجة القصيرة؟ هل تريدها لـFM؟ هل تريدها لإرسال؟ هل تريدها لأي شيء؟ وسوف يتم عرض صور فيها شرائح كل هذه الأنماط إن شاء الله تعالى. لست أدري هل نستطيع أن نغطي كل هذه الأنماط أو لا، ولكني أؤكد أنه بعد نهاية إن شاء الله هذه الحلقة والحلقة السابقة بالإضافة إلى حلقة إنجليزية، سوف يتمكن إن شاء الله تعالى المتابع من أن يلم يعني ما يشاء، ويستطيع أن يعدل ويبدل ويعني في هذه المكثفة من ناحية السعة. أيضا سنتحدث عن الصيانة، كيفية التنظيف وكيفية الصيانة. فلنبدأ. هذه المكثفة هي المشهورة والأكثر معيارية وموجودة في معظم أجهزة الراديو الحديث يعني، وحتى في بعد التسعينات هذه منتشرة جدا يعني. الرباعية 130-130 30-30 وحيانا 20-20 إلى آخره. وقد قلنا أننا سوف نقوم بتحويلها إلى مكثفة ثنائية، نشيل الFM منها ونحولها إلى 160-60، ثم سنحولها أيضا إلى 335 بيكوفراد، ونبقي على 20-20 أو 30-30 FM حتى تصير راديو متعدد الموجات، يعني AM short wave وميديوم ويف وFM. نستطيع إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا كما تلاحظون هي رباعية، كما قلنا في 4 مكثفات، 2 للFM و2 للAM، وكل واحد منهم لديه مقلم. طبعا مقلم للش اسمه اللي هو المذبذب الأوسيليتور، ومقلم للRF سواء في الFM ولا في الAM. طيب هذا الذي قلناه وهذا الذي اتفقنا عليه، لكن ظهر لنا الحقيقة هذه المكثفة بالصدفة، وجدتها في بين القطع. هذه المكثفة يا أخوان الكرام خاصة جدا، هي ليست معيارية بالمناسبة، وهي 335 بيكوفراد 335 بيكوفراد، وليست رباعية أيضا، يعني هي عبارة عن ثنائي، يعني ما فيها إلا مكثفة في الزاوية هذه. نشوف، نعم في الزاوية هذه 335 بيكوفراد 335 بيكوفراد، وهذه الأربع مقلمات إنما يتم تركيبها مرة في الزاوية هذه ومرة في الزاوية هذه، يعني تستخدم هذه للشورت ويف الموجة القصيرة، هذه مقلمات الموجة القصيرة الRF والأوسيليتر، وتوصل هنا لتكون مقلمات الموجة المتوسطة MW، يعني هذه كلها EM ترى ما فيها FM، ومع ذلك تلاحظون أنها وليست رباعية ثنائية، تلاحظون أنها إيش تقريبا نفس الحجم، يعني صغيرة جدا. هذه أول ما ظهرت يا إخواني، هذه ظهرت في أمريكا ترى في الثمانينات قبل الFM. طبعا اليابان ما شاء الله تنسخ دائما من الأمريكيين. هذه من شركة ناشونال باناسونيك، هذه مأخوذة من راديو موجتين، وهي يعني عندها مساحة عالية 335 بيكوفراد عشان تجيب الموجة القصيرة بشكل صافي وواضح. انت تذكرون في الفيديو السابق احنا قلنا كلما قل التردد احتجنا الى كثافة عالية، كثافة عالية يعني تجيب الاشياء البعيدة، واذا يعني زاد التردد احتجنا الى كثافة قليلة. وبالتالي يا اخواني ما رأيكم اولا ان نقوم بعمل دائرة لتشغيل هذه المكثفة ونرى كيف تعمل، ثم بعد ذلك نحولها للشغل على هذه. أنا أعلم أن ذلك سوف يأخذ وقت وكذا، ولكن مدام فيها فائدة فلنبدأ.
إذن يا أخواني قمنا بتصميم هذه الدائرة اللي عبارة عن يعني مراحل راديو كاملة متكاملة، الاي ام يعني الشورت ويف والاي ام، لكن انا سوف نجعله على الام دبليو فقط. وقمنا طبعا بتوصيل المكلمات كما تلاحظون في المكثفة السابقة، ثم توصيلها لكي نرى يعني قوة عملها. هذه الدائرة سوف تقوم بالاستفادة من هذا او تشغل هذه المكثفة ان شاء الله. طبعا هذه الدائرة شبيهة بالتقريبا الدوائر اليابانية، ولكن هي مخصصة، ما أدري يعني قد يكون فيها وجه شبه، وهذا لا شك أن فيها اختلافات وإلى آخره، لكن هذه دائرة قوية الحقيقة، قمت فيها وقت و و و و يمكنها الاستفادة من كل قدرات هذا المكثفة. خلنا يا إخوان نبدأ ونجربها. بسم الله، وشي نشغل هذا المكبر الصوت ثم نقوم بتشغيل هذه الدائرة. جميل والله، حساسة جدا. هذه ايش؟ الموجة المتوسطة. جميل. وهذه هي الإذاعات اللي موجودة تحت 54 كيلو هرتز. طبعا سنشرح فيما بعد طريقة هذا ربما هذا الدائرة، بس يجب أولا أن يكون هذا المحول مضبوط على 455 كيلو هرتز عشان يجيب موجات الراديو، لأن الأوسيليتور يكبر الـ RF ويخلط عليها موجات ذبذبية منه هو، بالتالي هو مكبر وخالط، مكبر الـ RF and mixer، يعني هو ميكسر في نفس الوقت. وهذا يضيف 455 كيلو هرتز إلى الإذاعة لكي يصير عندنا تردد جديد اسمه انترميديت فريكوينس، طبعا فيما بعد ان شاء الله. ولكن لاحظوا الإذاعة البعيدة يا اخواني او قليلة التردد كيف تجي واضحة مسموعة في هذا المكثف، بالتالي لا عجب ان اليابانيين استخدموها علشان يكون هناك قوة استقبال بالراديو. جميلة. حساس أو جميل فعلا. إذن فعلا أخوان الكرام دا يعني صراحة مكثفة قوية، سوف نشرح تركيبها فيما بعد، لكن ترى ما فيها فهم، هي بس مجرد ثنائية فقط. والآن سوف نقوم بتحويل هذه الدائرة ونرى طريقة تفعيل استخدام هذه المكثفة السابقة التي ذكرناها. هذه هي تستخدم على راديو ترانزستور، بدل ما هو راديو شريحة سوف نضيف لها تكوين دائرة، سوف نشرحها بحيث نرى كيف يمكن استخدامها كذا دون التعديل، ثم نبدأ في التعديل وشرح تقنيات التعديل. طيب إذا قمنا بتصميم هذا الدائرة، دائرة توليف لتشغيل المكثف 130 بيكو، 130 130 130 30 30، هذا حق FM وهذا حقه AM. هذه الدائرة هي الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بتوليف
هذه المكثفة بحيث تشتغل عليها راديو ترانزستور. أنت إذا أردت أن تستخدم الدائرة الأولى حقة الراديو بناسونيك دائرة التوليف الاستفادة من 350 بيكوفراد، أو هذا الدائرة الاستفادة من 130 بيكوفراد، أو أن تذهب إلى عملية توليف المكثفة نفسها بالفتح والإضافة والحذف، يعني زيادة السعة أو تنقصها. طبعا الرسم فوقاني كذا من فوق هكذا زين كلها، حتى ال او ال او يعني لوكال اوسيليتر، يعني شو اسمه الترانزستور حقه شو اسمه المحول حقه الذبذبه المحليه. وهذا الترانزستور اس 9018 او اي ترانزستور ثاني، اهم شيء تضبط المقاومه هذه على حسب كل ترانزستور. طبعا هذا يروح السالب. هذا الترانزستور هو مكبر إشارة الراديو اللي تجي من محول ملف الموز المتوسطة. شوف ملف الموز المتوسطة، وهذا اللي في النص على فكرة ملف الموز المتوسطة، هذا السلك يكون أحمر أحيانا وفي سلك آخر أسود يشبكوا مع بعض. هذا الملف الابتدائي وهذا الملف الثانوي كما هو معروف. الآن هذه المكثفة السيراميك، هذه اللي أخضر مكثفة السيراميك، هذه بشفرة 151، هذه بشفرة 502، وهذه بشفرة 103، وهذا المقاومة 390 كيلو، وهذا المقاومة 1.5 كيلو. الترانزستور هو S9018. طيب هذا الترانزستور يقوم بتكبير إشارة الراديو RF الداخلة إليه، وبالتعاون مع ال LO Local Oscillator هذا المخصص اللي عملناه خاصا لكي نشغل هذه، يقوم أي ترانزستور يقوم بالتعاون مع هذا بعمل الذبذبة، توليد ذبذبة. إذا هذا أوسيليتر مولد ذبذبة، وفي نفس الوقت يخلطها مع الذبذبة القادمة من الإشارة من الإذاعة اللي هو الراديو فريكونسي تردد الإذاعة تردد الراديو، وهكذا يطلع لنا هنا IF Intermediate Frequency. إذن هذا هو المخرج حقنا من هذا الدائرة. طيب هذا الدائرة هذا هو قطب السالب يعني سالب البطارية، وهذا هو موجب البطارية 3 فولت توصلها على 3 فولت. نذهب الآن إلى الدائرة هناك، فنقوم بفصل دائرة الذبذبة حقه الراديو بناسونيك اللي سويناها قبل شوية، ونوصل لها بدل تلك هذا الدائرة. هذا الدائرة ينقصها مكبر IF مرحلة أولى، مكبر IF مرحلة ثانية، وكاشف كلها موجودة في الدوائر اللي هناك، بس نزرد نفس الأسلاك ونركب أسلاك. هركب الموجب هناك وركب السالب هناك، ونركب هذا كمخرج أوتبوت تخرج من هنا الرسالة. أملا أنها تستغل وسوف تعمل إن شاء الله. لكن هل تعلم أخي الكريم كيف تستخرج قيمة هذه المكثفات من الكودات حقها؟ طريقة سهلة. هذه مثلا هي مثلا 103، أول رقمين والرقم الآخر هو عدد الأصفار، يعني هكذا يعني يساوي 10 3 أصفار 10,000 بيكو فراد. خلاص اقسمها على 1,000,000 6 أصفار 1 2 3 4 5 6، حتحسبها كالتالي 1 2 3 4 5 6 حتطلع تساوي 0.1 1 2 3 4 5 6 نعم 0.1 مايكرو فراد. خلاص والثانية كم؟ 502. 502 أول رقمين حطهم، والأرقام الرقم الثالث هو عدد الأصفار يساوي 5 0 + 0 لأنه 2 + 0 يعني 5,000 بيكو فراد. 5,000 بيكو فراد اقسمها على 1,000,000 1 2 3 4 5 6 احسب هذا بيكو
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني تساوي صفرين خمسة مايكرو فرد. طريقة سهلة طبعا. ثانية 151، 151 أول رقمين اعتبرهم، والرقم الثالث لأنه بالأحمر أنا كتبته لك هنا فهو عدد أصفر، يعني 150 150 بيكو فرق. تقسيم مليون عشان نطلع المايكرو فرد، 1 2 3 4 5 6 مليون يساوي 1 2 3 4 5 6 مايكرو فرق. زين وهكذا. هي فلنذهب ونركبها على الدائرة الثانية. طيب هذه هي الدائرة الآن اللي كانت مرسومة قبل على الورق، وهي دائرة توليف للمكثفة المشهورة هذه أبو 130 بيكو على 30. زين الأولى هذه اليابانية اللي قلنا مستغربين منها، نبغى نشوف أداءها، بنسوي لها دائرة عشان نكتشفها يعني دائرة تشغلها. طبعا هذه الدائرة هي عبارة عن راديو سوبر هيت روتين كامل متكامل، وهذه هي دائرة الارف، دائرة الارف مع الأوسيليش والمخرط يجي منيها. كما أن هذه تذكرون في الرسم المخرج هو من هنا، هذه شوف المخرج من هنا. احنا ايش بنسوي؟ راح نفصل هذا السلك حق المخرج وحنركب المخرج هذا، ونركب الموجب في الموجب والسالب في الموجب. جميل، السالب في السالب والموجب في الموجب. طيب حنشغل اولا الدائرة، طبعا معنا مكبر الصوت لان هذه ما فيها مكبر صوت، هذه راديو بس. طيب بامكانك تركب مركب صوت او تصمم مركب الصوت مكبر الصوت اللي تبغاه. جيد، هذه هي الدائرة الأولى، أفصل منها، أفصل دائرات الأرف حق المكثفة هذه. جميل، الآن أصبح المدخل من هنا. جيد، وخلص ما ما لا تصلها، خلنا نخليها الآن على البطارية، بإمكاننا نفصل البطارية منها بس مؤقتا على البطارية لأنها ما تظل. جيد، ما تظل. طيب إذا هذا السلك الآن المخرج من هنا كما قلنا، أو خلوا بعدين المخرج، هذا الموجب من هنا ركبها بالموجب حق البطارية. جيد، ممتاز. وهذا السالب من هنا، دقيقة، نعم هذا هو السالب، يركب في السالب من هنا. الآن هذا الدائرة مشبوكة على الكهرباء وشغالة وتعمل طنين وكل شيء وتستقبل إذاعات وكل حاجة، المخرج حقها من هنا. خلنا نشبكه في دائرة الآي إف هذه المتبقية، قد راح عن الآر إف بس باقي دائرة عبارة عن ثلاث دوائر، دائرة مرحلة أولى تكبير آي إف، دائرة مرحلة ثانية تكبير آي إف، وآخر شيء دائرة ديتكشن. زين، لكن الآر إف مفصول، خلنا نحط هالارف الارف هذا ونرى هل ستعمل هذه المكثفة، لان هذه الدائرة هي توليف للمكثفة هذه، يعني بدل ما تفكها وتغير القيم حقها الى القيم اللي يعني تريدها تنقيصا او زيادة يعني كما ذكرنا، بامكانك ان تعمل لها دائرة توليف. لكن اذا اردت لها اغراض اخرى سوف ياتي في شو اسمه الجزء الثاني هذا اللي فيما بعد في هذه الحلقة كيفية فتحها وش اسمه توليفها. اذا الار اف مخرج من هنا. جيد، هندخله في المكبر تردد الوسيط انترميديت فريكوينسي. ايوه جيد، خلنا نشوف
وكأن لم يكن عام لنا حصلنا من ياباني تقول له صبر ايضا والله روعه يعني لما ممكن تستغني لو بغيته ابغى تركب راديو تسوي راديو تستغني عن كل هذا بس ما فيها شورت ويف هذه اللي فيها شورت ويف يعني شورت ويف يبغى لها سعه عاليه هي 335 لا تقل عن 330 بيكوفرات هذه 160 بيكوفرات ما فيها ما راح تجيب لك هذا اللي يجيب لك الشورت ويف لكن شوف الاي ام شوف الموجة القصيرة الموجة المتوسطة روعة روعة طب خلنا نفصلها ونعود إلى الدائرة الأولى نفصلها ونعود إلى الدائرة الأولى هذه زين هذه الدائرة الأولى يدخل مثلا شطر من حتى هذه روعة والله اوكي وهو كذلك اخواننا الاعزاء الان عرفنا انه بامكاننا ان نعمل دوائر توليف لهذه المكثفات على اختلاف انواعها على حسب طلبنا ولكن ليس في كل مره ترى تنفع الدائره ليس في كل مره بعض الاوقات لك اغراض اخرى وبعض الاوقات على حسب الدوائر اللي صممها الان نذهب الى الخيار الثاني الا وهو توليف أو تعديل الكباسيتر نفسه على السعة اللي تبغاها سواء تنقيصا أو زيادة